للمزيد والعودة إلى التطورات الميدانية في قطاع غزة، معنا من القدس المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية ألون أفيتار. سيد ألون، مرحبا بك. إسرائيل تدقق فيما إذا كانت غارة إسرائيلية على النصيرات قد أتت على القائد في الجناح العسكري لحماس مروان عيسى وقتلته رفقة عدد من القادة. أولا، لو تعطينا مزيد من التفاصيل حول هذه المعلومة، كيف تتم عملية التدقيق من أن هؤلاء قد قتلوا بالفعل؟ مساء الخير للجميع ورمضان كريم. أذني هذه العملية العسكرية اغتيال مروان عيسى كل العملية متعلقة بالظروف الاستخبارية، بالظروف التنفيذية، وبقدر أقول لك أنه كان انتباه دقيق ودائم ومستمر إسرائيلي بعد مروان عيسى، بعد يستمر كمان يحيى سنوار، محمد ديف والكيادين الآخرين، ونهائيا لحظة الحقيقة من ناحية تنفيذ المهمة متعلقة بالظروف الراهنة. معناته ممكن كان انتباه طويل لمدة أسابيع أو شهور أكيد بعد مروان عيسى، بس نهائيا الجيش الإسرائيلي نجح باغتياله حسب الظروف المناسبة في الوقت الحالي في الوقت الراهن في نفس الدقيقة. مرات أنت تنجح باغتيال ومرات تنجحش، هذا كله متعلق بالظروف حوالي بيته، كمان حوالي المبنى اللي كان هناك، وكمان كان تأكيد إسرائيلي أنه في انفصال بين الموقع اللي كان مروان عيسى وبين المحتوفين الإسرائيليين. بلا شك تحقيق الإنجاز الإسرائيلي بالنسبة لاغتيال عيسى كان متعلق كمان بمسألة وجود المخطوفين. طيب، لا، هنا في هذه النقطة، يعني عدم وجود المخطوفين أشار لها البيان للمتحدث باسم الجيش العسكري أنه المخطوفين ليسوا مع هؤلاء. إذن إسرائيل تعلم أين يتواجد هؤلاء المخطوفين، لماذا لا تذهب وتخرجهم من هناك؟ في أكثر من 130 مخطوفين. أنا بقدر أقول في هذا المساء أنه في الجانب الإسرائيلي في معلومات استخبارية، أنا بتأمل على كل الإسرائيليين اللي موجودين في قطاع غزة، ممكن وجهة نظر أنه غالبيتهم موجودين في جنوب القطاع، بجوز في منطقة رفح، بس أذني هذه المهمة هي مهمة مقدسة من ناحية إسرائيلية، مرحلة بعد مرحلة، يوم بعد يوم، نهائيا نحن نكمل حاطة الأماكن تبع كل المحتوفين. بس بلا شك نحن نعرف استغلال واستخدام كيادين حماس بمحتوفين الإسرائيليين، هم بيعطوا حماية إنسانية حوالي الكيادين. طيب، بس نحن موجودين، ده تعرف انه نحن موجودين في مسيرة مفاوضات، ما اعرف في تقدم، ما اعرف ما في، بس هذه المسألة هي المسألة المهمة من ناحية إسرائيلية. يعني البعض يقول ان الجيش الإسرائيلي بعد 6 أشهر من عملياته العسكرية في قطاع غزة وهذا التدمير للبنى التحتية في القطاع، ما زالت إسرائيل تبحث عن نصر لم تجده. يعني حتى القائد الآن مروان عيسى هناك شكوك حول إن قتل أم لا، حركة حماس لا تعلن عن ذلك، وأيضا إسرائيل تدقق فيما إذا كان قتل أم لا. إلى أي حد هذا يشير إلى فشل هذه العملية العسكرية بالأساس؟ أنا راح أرجع بخطرك لبداية المعركة. في بداية المعركة إسرائيل أعلنت أو صرحت في وسائل الإعلام بشكل مكشوف وواضح إنه المهمة العسكرية المهمة هي اغتيال كل القيادين تبع حماس وكل النشيطين تبع حماس، وهذه المهمة راح تطول كثير. نحن بنحكي على تقريبا 30,000 واحد يوم بعد يوم، نهائيا راح يكون اكثر من تكليس، راح يكون انهيار حركة حماس من ناحية
عدد الناشطين بكل المستويات، بالمستوى العليا وبمستوى تحت كمان. نحن نحكي على جهاز عزلين القسام، طبيعة الناشطين هناك أو الإرهابيين هناك هي وجود كل واحد بفحص وين راح ينام في هذه الليل، وين راح يهرب، ونهائيا راح نوصل إلى كلهم، خاصة للحمساويين أو الإرهابيين اللي كانت لهم علاقة عفوا لمجزرة اللي كانت في 7 أكتوبر. ألون ألون، يعني هل هناك حاجة لتدمير قطاع غزة من أجل الوصول إلى هؤلاء القادة، طالما أن إسرائيل لديها التكنولوجيا الدقيقة وما إلى ذلك، فلتذهب إلى هؤلاء القادة بدل تدمير القطاع؟ السلطة الفلسطينية تتهمكم بحرب إبادة، يهمكم إبادة الشعب الفلسطيني وليس الوصول إلى هؤلاء القادة، ما ردك؟ شكرا جزيلا على السؤال، سؤال مهم جدا. من ناحية إسرائيلية ما في أي قصد، ما في أي مصلحة، ما في أي نية لتدمير القطاع أو البنية التحتية أو المباني أو المدن أو القرى بدون أسباب، بدون مبرر. أنا بقول بشكل رسمي وبعتمد على أكثر من معلومات، على خبرتنا، تنفيذ وتحقيق المهمة العسكرية في أكثر من مهمة في أديني ثلاث أربع خلينا نقول أهداف عسكرية استراتيجية أكثر من إرتيال القيادين. في كمان أنا حكيت في بداية المقابلة إنه في كمان مهمة مهمة جدا من ناحية قتل كل الناشطين تبع حماس والمواقع العسكرية تبع حماس والأنفاق والمنازل اللي تحت حركة حماس أو في استخدام حركة حماس لمخازن أسلحة وأنفاق في منطقة خان يونس. نحن بنعرف والفلسطينيين بيعرفوا كمان إنه غالبية قطاع غزة متبعة لحركة حماس اليوم للأسف، من الشمال للجنوب، ومن أجل تكريس أو من أجل انهيار كامل تبع حركة حماس هذه راح يطول كثير. نحن ما نحكيش على عمليات العسكرية عفوا اللي تعودنا في السنوات السابقة، نحن موجودين في صفحة جديدة من كل نواحي. طيب ولكن نحن نتحدث عن أحد أقوى الجيوش العسكرية في المنطقة، طالما إسرائيل تتحدث عن تكنولوجيا وأن لديها القدرات الكبيرة للإجهاز على أي ربما حركة، الآن هي في شهر سادس لم تتمكن من تفكيك هذه الحركة، وبالتالي نتحدث هنا عن فشل استراتيجي للجانب الإسرائيلي. أنا بخطط مش موافق مع نتيجة مع الحسابات. أنا بقول بشكل واضح إنه هي أول مرة أو أول حرب في تاريخ الحروب كمان في كل العالم إنه منظمة إرهابية موجودة بين المواطنين وراء المواطنين في استخدام كل المواطنين كحماية إنسانية. هذا مش حرب عادي، هذا مختلف من الانتفاضة الثانية، مختلف من الانتفاضة الأولى، مختلف من حرب 2006 في لبنان، مختلف من كل الحروب اللي كانت في كل العالم، مختلف كمان من الاشتباكات أو من الكفاحات الأمريكية في الشرق الأوسط. ما في أي دولة في كل العالم اللي كانت في نفس السيناريو زي الجيش الإسرائيلي اليوم في قطاع غزة. نحن نحكي على صورة مختلفة من كل نواحي. في كل منزل تاني، في كل شارع تاني، في موقع عسكري تبع حركة حماس، موقع لإطلاق صواريخ، موقع لمخزن أسلحة. وهذا ليس مبرر لتدمير الناس هناك. طيب. لا أنا بقول هذا عشان هيك راح يطول المهمة. الصورة واضحة. ودائما ونتأمل إنه راح يكون استسلام كمان من أحد قيادة حماس، هذا راح يكون لصلاحية المواطنين في قطاع غزة. ألونا فيتار المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية كنت معنا من القدس، شكرا لك. شكرا جزيلا.